وسهلا الله يحييكم جميعا لسان حنا في تغطية مباشرة من داخل العاصمة الرياض. نبي نغطي اليوم الثاني لقيادة المرأة، ونبي نشوف أيضا حالات ورصد حالات لفتيات أساسا سعوديات يعني يسوقوا. طبعا الحين حنا نبي نوقف كل شيء شوية، بنروح مكان اسمه رياض بارك، هو طبعا من المولات الجديدة في المملكة في الرياض بالتحديد، ونبي نشوف البنات اللي هناك متجمعات وقاعدين يسوقوا السيارة. خلونا عشان نوثق نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.